المرض ما عنديش به معرفه ما عارفه. كتعرفش شنو هو القصور الكلوي؟ لا ما كنعرفوش اخس. ما كتشوفش الناس اللي كيديروا الدياليز؟ تنسمع وتنشوف تمشي للسبيطار تنشوف. شنو الدياليز؟ الدياليز ما الدم شي حاجه تصفيه ديال الدم. وبالنسبه منين جاي المرض هو مرض مزمن منين جاي المرض ولا كيفاش ما عنديش فكره. الكلاوي ما كيبقاوش كيديروا العمل ديالهم انه ما كيصفيوش الماء كيف ما هو كيبقى يتراكم انه داك الحجيرات وداك الشيء الكالكير اللي كيكون في الماء من بعد صايم كيبقاو انه بحال كيتصلب داك الكالكير ما كيبقاو انه كيضروا ما كيبقاوش يصفيو. صحاب الكلاوي دابا ديال خصهم يشربوا اصلا بالماء الماء يبقى على الماء بزاف. السبب ديالو هو اللي محيت الانسان ما كيصوش الماء ما كيصوش المواد السائله كينشفوا لي كلاوي وكتسيمو دياليز كيمشيو هذيك الساعه كتاثر المكان ما كتقص ف سميتو كيمشي للقلب. ما يشربش الماء بزاف وما كيعطيش التغذيه ديالو للذات ديالو مزيان السكر فهمتي او الملحه حتى الملحه هي واعره. بنادم خصو يدير الاحتياط. شنو الاحتياط مثلا في القصور الكلوي شنو هو الاحتياط؟ خصو يفكر يدير التحاليل يفكر في حياته ما ينساش راسو ماشي حتى يطيح عاد على غادي ينوض يبحث ما يمكنش لا فاتو الفوت عدو ما غادي يدير لا غادي يبقى في حاله تصفيه الا ما صفاش الدم راه غادي يموت في اي ساعه في اي لحظه.